وعلى صعيد آخر كشف عضو لجنة أطباء السودان المركزية وتجمع المهنيين السودانيين المعتقلين ل21 يوما في سجن صوبا دكتور مهند محمد حامد عن وضع السلطات السجن كل من وزير الشؤون مجلس الوزراء في حكومة دكتور عبد الله حمدوك خالد عمر يوسف وعضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان ومقرر لانتزالة التمكين المجمدة ودي صالح والأمين العام للجنة الطيب عثمان والمقدم عبد الله والمحامي عوض كردنيس في الحبس الانفرادي منذ تاريخ اعتقالهم وسط إجراءات مشددة قضت بمنع بقية المعتقلين من التحدث معهم. ومعنا عبر الهاتف للحديث عن هذا الجانب مولانا عيسى موسى المستشار القانوني. مرحبا بك مولانا في مع الأحداث. أهلا مرحبا بكم قناة البلد. مرحبا بك. في البدء أستاذ عيسى، كيف تنظر لوضعية المعتقلين السياسيين وعملية أيضا وضعهم في هذا الحبس الانفرادي؟ هو طبعا القانون بتاع الإجراءات الجنائية في سنة 1971 تحدث صراحة عن الحبس لأفراد التحري والحبس لأفراد المحاصرة. نعم. ولكن دعيني في هذا الشأن ينبغي أن نفرق، هل هذه الإجراءات التوصيف القانوني لها قبض أم اعتقال؟ وبما أن الاعتقال أمر سالب لحرية الإنسان، بالتالي يظل مسألة التقصير أمد الاعتقال أو أمد القبض من المسائل الضرورية لتحقيق العدالة. نعم. والمماطلة في الإجراءات نفسها وكذلك عملية التأخير هو نوع لإجهاض العدالة ونوع يتناقض ويتنافى مع الحرية الشخصية المكفولة بالدستور وبالقانون. نعم بالتأكيد. أستاذ عيسى، نجد أنه دخل المعتقلين السياسيين خلال الأسبوع المنصرم في إضراب عن الطعام، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الإضراب ورقة ضغط على الحكومة؟ أنا دائما أقول أنه قضايا العدالة ينبغي أن تأخذ المجرى القانوني السليم، وبالتالي إذا كان هنالك متهم يواجه بإجراءات قانونية ينبغي أن تتبع التدابير الوضع المشرع في هذا السياق وفي هذا الأمر. الحبس للأفراد قانونية هو الحبس بناء على إجراءات قانونية زي ما أسلفت الذكر، نظموا العملية أو قانون الجمعات الجنائية سنة 91. لكن دعيني نتحدث بأن أي اعتقال أو احتجاج خارج الأطر القانونية يظل احتجاز باطل ويستند إلى سند قانون، وبالتالي حق الإنسان في أنه يتمتع بالحرية هذه من الحقوق الأصيلة التي كفلتها كل المواثيق والمعاهدات الدولية بما فيها القانون السوداني والدستور السوداني والوثيقة الدستورية نفسها التي أتت بها ثورة ديسمبر. وبالتالي لا بد أو من هذا المنبر أناشد أن يقدم هؤلاء إذا كان هنالك تهم واضحة في مواجهتهم أن يقدموا للقضاء لكي يقول كلمته أو كلمة القصد عدالة. أما إن كان هنالك رهان بالاعتقاد أو دستوري أو غير قانوني فينبغي أن يفرج عنهم فورا. نعم، هل هنالك ضرورة عاجلة لتقديم هؤلاء المعتقلين للمحاكمات خاصة في ظل مراقبة المجتمع الدولي للشأن السوداني؟ نحن نتحدث عن أن ثورة ديسمبر واحدة من شعاراتها الحرية والسلام أو الحرية والعدالة أو العدالة حرية سلام وعدالة. والعدالة أمر مهم وهو أمر ضروري جدا، بالتالي أي إنسان متهم ينبغي أن يقدم العدالة وينبغي أن ينال الحكم أو الحكم العادل والناجز. تسويف الإجراءات وتعطيله هو نوع من الإجهاض بالعدالة،
بالضروره ان كان هنالك انسان متهم في اي جرم ينبغي ان يقدم للعداله، ينبغي ان تكون محاكمته عادله، تتوفر له كل الضمانات القانونيه وكل المسائل التي تتعلق بكرامه وادميه الانسان. بالتالي بالضروره كونه يعتقل الانسان من غير ان يكون في تهمه مباشره في مواجهته، هذا اجراء لا يستقيم مع الاسره العدليه ولا يستقيم مع العداله وفكرتها الطبيعيه. نعم بالتأكيد، هذا الجانب الذي نتحدث عنه هو جانب مهم جدا لأن يكون هنالك محاكمات للمعتقلين وذلك في ظل وجود المجتمع الدولي. شاكرة لك جدا مولانا عيسى موسى المستشار القانوني لوجودك معي في مع الأحداث. شكرا شكرا لك.